فرد امن شارع المعز لدين الله الخطيب. تمام. ايه بقى التغييرات او الحاجات اللي الوزير صرح بيها؟ التغييرات اللي حصلت حضرتك، كان موجود حضرتك وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم، وصرح بتركيب البوابات وان شاء الله بتشهير الشارع، وكان موجود رئيس الحي وصرح بازاله كل التجاوزات اللي في شارع المعز. زي ايه؟ انا سمعت ان في صوت مشير السيسي تم ازالتها، لكن هو حضرتك مش بالظبط ما حصلش يعني الكلام ده بصوره مباشره، هو يعني جات يعني حصل بس مشاده مش اكتر يعني. تمام. بين الاهالي وبين وزاره الاثار. تمام. بس تمام. ما اتشالتش برضه يعني فضل. طب كان في استياء او في كان يعني قلق بالنسبه لل ان هم شكوا ان هم مثلا ان الوزاره تبع الاخوان عشان هم رفض ان هم يشيلوا صور المشير السيسي؟ لا حضرتك ما حصلش الكلام ده كله، والصور موجوده زي ما هي ما حدش شال حاجه. لا هم الصور موجوده. تمام. طب بالنسبه بقى للبوابات الجديده اللي اتعملت بالنسبه للسنه دي، يعني بالنسبه للبوابات اللي اتركبت حضرتك، بوابه الفتوح دي البوابه الرئيسيه؟ دي بوابه الرئيسيه اللي مسؤوله عن دخول العربات للشارع، وبوابه امير الجيوش والضبابيه وبوابه الخرنفش وبيت القاضي والازهر الشارع حضرتك. ان شاء الله هو فتره قريبه جدا يعني، واحنا حضرتك كنا في اجتماع امبارح مع الرئيس المباشر لينا، وصرح بتعليمات ان الشارع هيتقفل في اقرب وقت ممكن باذن الله. تمام.